فوافر حتاه أراه تهادى يتمتم بالمنجيات ابتهالا تهادى لحضرة ذي الحسنيين المليك المليك المفدى وحي امتثالا بقابوس بقابوس إن ارتقينا المعالي بقابوس إن ارتقينا المعالي ونلنا به ما ظننا محالا. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب السمو السيد فاتك بن فهر آل سعيد الموقر مبعوث جلالة السلطان راعي الحفل أصحاب السمو والمعالي الشيخ أحمد بن سويدان البلوشي أيها الأصدقاء، أسعد الله مساءكم جميعا بكل الخير. يسرني ويطيب لي أن أرحب بكم أجمل ترحيب، شاكرا لكم حضوركم ومشاركتكم معنا في هذه الأيام العصيبة التي تمر على العالم، ونتمنى أنه خلال الأسابيع القادمة تنجلي هذه السحابة السوداء وترجع الأمور إلى طبيعتها ونصافحكم وكل الأشياء التي توقفنا عنها منذ الأيام الأولى لكورونا. نحن هنا في هذا المساء المبارك ندشن كتابين جوهرتين، كتاب عمان من السماء الجزء الثاني، وكتاب رحلة إلى المستقبل التي تروه هنا. في الحقيقة الكتاب الأول عمان من السماء الجزء الثاني، لأننا قبل 4 أو 5 سنوات كنا قد نشرنا بالتعاون مع الشيخ أحمد بن سويدان كتاب عمان من السماء الجزء الأول، والذي لقى الكثير من الإقبال والحفاوة والنجاح الكبير، مش فقط نجاح ولكن نجاح كبير جدا، وذلك لعدة أسباب، ولكن الأهم في ذلك يعني أن النسخ الأولى التي كان طباعتها أعتقد في حدود 10,000 نسخة نفذت خلال العام الأول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يظل الإنسان منا أسير شوقه وشغفه حتى تلتقي الإرادة والعزيمة بالعزم والتطبيق، وقد سكنني الشوق والتعطش لعالم الاتصالات والخيال العلمي منذ الطفولة، ولأنني نشأت بين أحضان الطبيعة من نخيل وشجر وأعلام ومدر وطيور وزهر، فقد عشقت الجمال مهما بلغت تفاصيل دقته ومهما تناهت خطوطه ونعومته. صاحب السمو راعي الحفل، ضيوفنا الكرام، إن الفرد منا لن يتأتى له العيش باستمتاع في هذه الحياة إذا لم تكن لديه هواية يركن إليها في لحظات الابتعاد عن عالم العمل والمشاغل اليومية، ولكن عندما تمتزج الهواية مع العمل يكون الناتج رائعا. وقد رزقني الله سبحانه وتعالى أن أجد عملي في هوايتي وأحظى بممارسة هوايتي في عملي. سلوا المجد أين استقرت رحاه وألقى عصاه وصال وجال، أليست عمان التي ما توانت تساقيه طول الزمان الوصال؟ بأعناقنا يا زعيم البلاد، بأعناقنا يا زعيم البلاد مواثيق عهد تعد مثالا، وسوف ترى ما يسرك منا أكان مقالا ترى أم فعالا. ودم سيدي ودم سيدي في الذرى مطمئنا بنعماء لا تخش منها الزوالا.